بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، ما توجيهكم لأولياء أمور البنين والبنات تجاه القنوات الفضائية التي تجاهر بالرذيلة وأصبحت تبحث عن نوعيات من أبناء هذا المجتمع الذين انحرفوا لإجراء لقاءات معهم يتحدثون عن الفاحشة في هذا المجتمع؟ أنتم سمعتم أن الكفار لا يريدون الخير بالمسلمين، وأنهم دائما يحاولون صرف المسلمين عن دينهم، وهذا الذي ورد في السؤال مصداق لذلك. الكفار الآن تغلغلوا في بيوت المسلمين وبين أولادهم ونسائهم بهذه الفضائيات الهابطة القبيحة التي فيها كل رذيلة وكل فساد وكل كهر وإلحاد، ولا يقي منها بإذن الله إلا إبعادها عن البيوت، إبعاد القنوات الهابطة عن البيوت ومقاطعتها، هذا هو الذي يقي منها بإذن الله. فالذي يخاف الله ويغار على نسائه وأولاده لا يدخل هذه الفضائيات في بيته.